السلام عليكم شباب وشباب، وياكم من دركسز ورجعتكم فيديو جديد يا شباب. طبعا اليوم جاكم في تحديث 1.6.0.1 وتلقونا بتحديث فلوسوف. طبعا نسيت نزل تحديث ببلاش، اكو تحديث 1.2.10 حملة، بعدين نزل التحديث هذا 1.6 وراح يصير عندك الاكس بوكس. اول شي سجل الاكس بوكس بالواحد 2.10، بعدين نزلها وتشتغل عندك. طبعا انا مشتريه فما يحتاج اسويها، ما اقدر اسويها. فبس تكون روب فلوسوف، مع السلامة.